خلونا مشاهدينا الكرام نرحب بواحدة من البطلات المحررات النهاردة. هو بادئين معاكم البرنامج باحتفالية ولا أروع يعني بالبطلات المحررات، الأسيرات المحررات اللي شرف لينا كلنا ان هم يكونوا موجودين ويسمعوا الدنيا كلها صوتهم من خلال شاشة الشرق والشارع المصري. برحب بيكي يا فلسطين، اسمك حلو. الله يسعدكم يا رب، بارك فيك والله تشرفت باسم الحمد لله. الاول قولي لي الاسم الجميل ده مين اللي اختاره؟ كمان يعني الوالد الحمد لله. اختيار موفق، يعني انا بشكر الوالد على اختيار هذا الاسم عشان يخلينا النهارده في 2023 نقول فلسطين حره، وفلسطين اقصد بها فلسطين حضرتك، واقصد ايضا فلسطين الحبيبة إلى قلوبنا وإلى قلب حضرتك وإلى قلوب كل عشاق هذا البلد الجميل، بلد الصمود والإباء. كلمينا عن فرحة التواجد والعودة وسط الأهل والعودة إلى الوطن. حياكم الله أول شيء أخي الكريم، أنا بتبارك فيكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، يعني بداية بدنا كان ما كنا نتوقع هيك استقبال، يعني ما شاء الله كان استقبال كثير جدا رائع. انبسطنا الحمد لله والكل فرح فينا، وكان شعور كثير والله رائع لا يوصف، رغم الدموع اللي كانت يعني ممزوجه بالدموع الحمد لله على شهداء قطاع غزه، بس الحمد لله رب العالمين احنا اللي انبسطنا وفرحنا الحمد لله. نعم. فلسطين يعني بنهنئ طبعا حضرتك ونهنئ انفسنا جميعا بهذه الحريه. كنت متابع جيدا للحظه خروجك واستقبالك للاسره الكريمه، وهذا الاصبع بالسباب المرفوع بالشهاده والوحدانيه والانتصار، هي ايضا كان بجوار حضرتك احد الابطال من ابطالنا الموجودين تحدث بكلمه، هي انا شغوف من لحظتها اعرف هل هو يعني حد من الاسره وكان ايضا معه طفل، يعني مدى القرابة بينكم، لأنه حيتحدث بكلمات أشعرتنا جميعا ويعني فرحتنا وأسعدتنا بهذا الصمود. الحمد لله رب العالمين، هذا يعني هذا حبيب سائر يعني الحمد لله وما شاء الله، والكل يعني والله سأل عنه، والكل يعني يسأل عن الناس، يعني وين فيديوهات وين فيديوهات اللي نزلت فيه، كان فيها أخوة حكي كلام رائع، الكل يتشكر الحمد لله فيه، ما شاء الله عنا يعني بيرفع الحمد لله، عن جد الحمد لله رب العالمين، يعني اسمي فيه ما شاء الله عنا، الله يبارك فيكم يا رب. كنت عايز برضو يعني أحياء يعني أعرف مشارك، كيف استقبلتي خبر الحرية وأنت في المعتقل؟ يعني متى وكيف تم ايصال الخبر اليك وانت في سجون الاحتلال؟ طبعا اخي الكريم انا نحن خبرونا كانت اداره السجن، كنا نعرف يعني انه في صفقه في يوم من الايام راح نروح، بس ما كانوا يعني اداره السجن انه تشكل الاسرى والاسيرات يعني ينسوا موعد الاخراج بوقت لما دخلت الهدنه يعني حيز التنفيذ. ما كان يقولنا بالمره يعني امتى رح نروح او امتى رح نطلع، حتى كانوا يلعبوا يعني باعصابنا كثير. فبلغونا امتى بلغونا بنفس اليوم اللي كنا بنروح فيه، يعني تبلغونا حكوا لنا حكوا لنا اسم بنت بدها تروح، حكوا لها انت بتكوني بالدفعه الاولى من الصفه. والحمد لله رب العالمين، يعني كان شعور رائع لما تخبرنا باسمائنا، رغم انه يعني تركنا هناك اسيرات وان شاء الله بنتمنى لهم الفرق قريب باسر عوائل الحمد لله. الحالة المعنوية عند باقي الأسيرات حبيت أطمن برضو عليهم، يمكن روان كانت معنا على الهواء قبلك مباشرة وكلمتنا عن الحالة المعنوية، كلمت برضو عن الظروف القاسية اللي كانت موجودة منذ انطلاق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر بعد مد الهدنة يومين، وأكيد أنت عارفة ومتابعة معنا الأخبار، هل ما زال هناك أمل في خروج عدد كبير من الأسيرات وانت خارجة كان عندهم أمل في أن فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني لن يتركهم؟ أكيد أكيد شعبنا والله هو يعني شعبنا طبعاً الحبيب غزة والمقاومة، يعني ما عملت هيك، ليش عملت هيك؟ إلا لتحرير الأسر والأسيرات، تبييض جميع السجون الحمد لله، وكان يعني عن جد عن جد فرحة كثير يعني غامرة. ونفس الشيء عم بحكي لك عن معنويات الاسيرات، لما عرفوا
انه في يعني بعد هالسداد انه في صفقه، كل اسيره يعني صارت تستنى الامل، كانت كنا دائما نصب يعني نحكي لبعض ان شاء الله رح نروح، رغم انه يعني في الدفعه الاولى في بنات يعني جهزوا حالهم على اساس انهم يتوقعوا انهم يحكوا اسمائهم بالدفعه الاولى، رح تقول لهم لا مش تطلع بالدفعه هاي، فكانوا يعني لهلا لهلا الثلاثة اللي جهزوا حالهم لسه ما طلعوا ما طلعوها، فبتمنى لهم ان شاء الله باذن الله انهم يطلعوا عن طريق متاكده انه باذن الله انه المقاومه ما راح تطلق اسرانا والاسيرات في السجون، وراح تحفظوا من بعد هاي الاحداث اللي صارت اللي عانوا منها الاسره والاسيرات. انه متاكدين انه المقاومه يعني بتعرف عن معاناه الاسره والاسيرات اللي عانوها، متاكده انهم راح يروقوها ما راح يخلوا ولا اسير ولا اسيره داخل السجون. نعم. فلسطين اخيرا يعني كلمه، وانت قلت اربع مرات في 2006 و2007 و2013 2022 ثم من ربنا عليك الان بالحريه وصارت فلسطين حره، ماذا تحب ايضا او تودي ان تقولي للمقاومه الفلسطينيه في هذه اللحظه؟ اخي بس انا بدي احكي لك شغله، طبعا بدي احكي لك شغله يعني طبعا أنا أعتقد ثلاث مرات وليس أربع مرات، المرة الأولى كانت في 2006 كان الحكم أربع سنوات، والمرة الثانية في 2013 أيضا كان الحكم أربع سنوات، والمرة الثالثة كانت في 2022 لسه ما كنت محكومة، فترة من سنة وثلاث شهور وكان وما كنت لسه في انتظار المحاكمة. الحمد لله رب العالمين، وأنا جد بحيي حقنا الجبار في قطاع غزة، وبطلب عن جد بطلب من العالم كله انه يوقف مع وقفه عز سوريته، وبوجه لهم التحيه كل بحكي لهم وعلى صمودهم وعلى صبرهم، بحكي لهم ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. فلسطين نجم، فلسطين حره، فلسطين نجم حره، وستظل باذن الله فلسطين حره.